خلقنا بالشام بغير حقد، كحب العقد صورنا الجلال، وأرض الشام تجمعنا جميعا، وعشق الشام يحكمه اعتدال. هي سوريا بوابة الشمس، مهد الأنبياء. تتضمن الفعالية مزج ما بين الترنيم الكنائسي والإنشاد الصوفي الإسلامي. نحن هذا الهدف منها، عم نحاول نعمل تشبيك بين جهتين لنوصل رسالة سورية سامية. كنا وما زلنا وسنبقى نقدم هذه الرسالة، ألا وهي أن الشعب السوري شعب متضامن متماسك. حبينا بنهاية السنة 2017 بداية 2018 أنه نجمع كل الأطياف الموجودة فيها ضمن فعالية واحدة، ويكون الكل واحد، وطبعا كل واحد فعله. حبينا نوسع أكثر ونوثقها أكثر بهذه الفعالية. نحن حبينا من خلال يعني سوريا بوابة الشمس أنه نعطي صورة جميلة جدا عن الفكر والأخلاق والحضارة السورية، واللي هي بتأسس بالموسيقى لأنه الأناشيد السورية اللي هي إسلام ومسيحية، حتى في يعني تراتيل سريانية أيضا معها، بالإضافة إلى الرسم، مجموعة من الصبايا من كلية الفنون. فالموسيقى والرسم والفنون هي مصدر الثقافة والحضارة السورية اللي هي مبنية على المحبة، مبنية على الخير، مبنية على العطاء. شاركنا اليوم بفعالية سوريا بوابة الشمس مهد الأنبياء لحتى نوضح للعالم فكرة أنه نحن بسوريا كلياتنا دين واحد، بلد واحد، كلياتنا أخوة. اليوم هي دورنا نحن التنظيم بهي الفعالية، استقبال الضيوف، ترتيب المقاعد لحتى يجلسوا عليها الضيوف. هي فعالية مبادرة كانت كتير حلوة بين الترانيم المسيحية وبين المولد النبوي. هي الشمس المضيئة على كل العالم، وستبقى سوريا مضيئة على كل العالم. الوئام، وئام السوري، الوئام الوطني، هذا هو، هي هي سوريا بشمسها المضيئة، بوئامها الطبيعي بين أطياف شعبها. هذا اللي بيقدر أقرأ بكل بساطة اليوم من هي الفعالية، وهي تقريبا عنوان شامل لكل ما فيها من محبة من سلام. سوريا من آلاف السنين كانت هي دائما مهد الديانات والحضارة، هذا أهم شيء نحن مستمرين فيه، وما في شيء بيفرقنا شو ما صار رغم الأزمة. هذا الشعب السوري اللي تربى على الانتماء والحضارة، واللي بيصنع التاريخ ورح يضل يصنع التاريخ بفضل أبنائه السوريين. The world is trying to divide these people who is united. لقد حاول العالم تقسيم الشعب السوري، وأنا كفرنسي وبعيدا عن سياسة الحكومة الفرنسية فخور بدعم الشعب السوري في هذا التجمع وفي هذا الحدث الذي يجمع المسلمين والمسيحيين، ومن المهم أن نكون هنا بينكم. دمشق القديمة، ضيافة، عنا العيش المشترك، حزننا واحد وفرحنا واحد، ونفرح لفرح بعضنا ونحزن لحزن بعضنا. الملتقى اليوم عم بمجد الله الواحد اللي كلنا بنعبده، وبنفس الوقت عم بيسعوا لينشروا هالسلام بهالأرض، واللي منتمنى أنه يعم كل العالم مو بس سوريا. يجب أن نتحد وإلا ستضيع هذه البلدة. نحن الآن في بيت أسعد باشا، أسعد باشا كان عالم، ونحن سنكون عالم آخر إذ ستصبح دمشق أسعد الدنيا بإذن الله. هي سوريا بلد التسامح والتعايش ومهد الديانات السماوية، كونها مهد الحضارات وإرثا ثقافيا للإنسانية جمعاء.